كان اداء مختلف بالنسبه لحسين الزبيدي كيفاش زعما خدم المقابله، وكنعتقد انه مقابله بحال المقابلات مقابله ثاني مقابله كيقودها عبد الربيع مع حسين الزبيدي، ثاني مقابله كنعتقد اجمالا هي لي ساتيسفاكسيون لو رونتابيليتي دو ليكيب كروسو مودو. اليوم عرفنا انه tu vas jouer une équipe بالنسبة ليا انا احسن فريق في افريقيا، نادي الوداد الرياضي احسن فريق في افريقيا، حتى المقابلة اللي جرات يوم الاحد اللي انا تبعتها والجوائح ديالي كلشي، انا حب اولا النادي الوداد الرياضي، ثانيا نادي مغربي اللي هو كيعجبني شعال ديال كرة القدم على الصعيد الدولي والصعيد الافريقي. فغير بحال اللي تشدنا في ذاك الكاس اللي هو كاس نورمالمون كان يستحقوا نادي الوداد الرياضي، وعرفت انا انه الفريق غادي يجي محضر شيء ما، ولكن ايضا سي ان كلوب سي ايكيب اللي هي نور دونك دائما كيكون رد الفعل ديالو، فكان عرفت عليه انه مقابله صعيبه. المقابله اللي جريتيها مع فريق الوداد الرياضي بالكسانه البشريه اللي عنده، لا كاليتي تكنيك انترانسيك دي زيليمون كي بوسيد، فكان اعتقد انه ما كان انه ياخذ من المقابله فريق كان ياخذ. اذا لابد اننا من كان القراءه ديالي انه تمشي في المقابلة بشكل ذكي وتمتص الحماس ديال نادي الوداد و تجاه لو طون، إذا كان ممكن أنك تاخذ أكثر من النقطة، ولكن حتى نقطة بالنسبة لنا وطولي كان فريق بابيق، لأنه فريق يحدث مقابلة واحدة اللي انهزمنا فيها في الوقتين طون، لأنه كانوا لاربيتي صعب شي صفر في تواليا وخدينا إصابة، من بعد كنا كانوا غير انتصارات وتعادلات. فهذا بالنسبة ليا كنقول أنا نصف هزيمة، ولكن لأنه أول مرة كنتعادلوا في بلاد ديالنا، أول مرة كنتعادلوا في بلادنا وسني با دونك بالنسبة لنا نسبيا نصف انتصار، ولكن هذا عندها هي فيما يخص الجمهور. عرفت ان الجمهور لعب دور فعال، لان الجمهور كنعرفوا انه دائما كيكون ذاك كنقول دائما هو اللاعب رقم واحد ماشي رقم 12، الجمهور فاعل اللاعبين وعطى واحد لابوتي لو جو وعطى لابوتي الماتش ماتش. مع الاسف كنت كنفضل، وهذه فلسفه تاع عبد الربيع، لانه النيو فياج كيكون شويه ان بو ان مير تو بخو ان بوا لادفيرسير ان بوا، ولكن حبذا كون جوج ثلاثه جو بريفير انا سكوري اونكيسي اي سكوري باسكو مينون سي لو فوتبول سي ان سبور كونتيتاتيف في هذا، دونك il fallait scorer normalement pour tu peux encaisser. Donc c'est ça le football, ou même que dire le spectacle, et puis tu fais normalement un bon jeu, oui. Voilà qui doublement il faut chercher le résultat. Donc le résultat, on n'a pas pu chercher plus qu'un point devant un manque qui est le roi. Donc Obama كي قلت على انه نقطة شوية أول تعامل كما تناقض بيننا، ولكن كيف ما كان الحال ماشي سهل باش تعرف تعامل مع مين دونك لو ميسي. فيما يخص هذاك النهج الدفاعي اللي درنا في الأول، أنا قلتها لأنه جات في السؤال ديال أحد الإخوان الصحفيين مشهور على أنه النهج الدفاعي كان نهج دفاعي، ماشي نهج دفاعي
الحل، ولكن on n'a pas encaissé. C'est bon, donc il y a une satisfaction, n'est-ce pas? La dernière chose que je dis, ne pas encaisser. ماشي يعني انا المدافعين كانوا مزيانين، يعني الشاكله والمنظومه اشتغلت بشكل جيد، استاذي الى بوكو فيلتري، دونك لي ميليو تيران ايزون فيلتري، لي زاتاكون ايزون ترافايي كوم سو دوا، ايزون سون ابليكي لي باشي افيك جو، دونك المنظومه اشتغلت باش ما تكونكيسيش. مي ديو ميرسي كون تو لي ساتيسفاكسيون فان بلون، دونك ولكن شرافه. دونك ما باش ماركي، ولكن كيف ما كان الحال راه سي لا جوي روك، سي با نيمبورت كي ليكيب، سي روك. إذا كانت أنك ربحتي الجيش وربحتي الرجاء وتربح الوداد وربحتي المحمدية برا، ربحتي شو سميتها برا تطوان، دونك هي أنت راك بطل. دونك انا ما عنديش عصاصي حاليا كلاكمون دو دوا، ولكن ديو ميرسي الله تبارك وتعالى، نشكر كنشكر الله سبحانه وتعالى، وكنشكر جميع الفعاليات ديال النادي، بدءا من رئيس النادي والمسؤولين ديال النادي واللاعبين والاطر التقنيه والطبيه اللي كيشتغلوا معايا، كلنا جنود في القرن الفريق.